الجمهورية بتقول الأهلي ربما يكون مضطرا لبيع مؤمن زكريا وأحمد الشيخ إجباريا بسبب قائمة ال25، وده شيء سابق لأوانه الحقيقة، مش إجباريا ولا حاجة، لأنه ما هي لو قائمة ال25 اتعملت في إعارات طلعت من النادي الأهلي للسعودية، هؤلاء اللاعبون المعارون هي لمدة سنة ونص، مش نص شهر بس، مش نص سنة، مش نص سيزون، لأ فيهم كم واحد سنة ونص. مؤمن، اعتقد الشيخ، والثلاثي الاخير سنه ونص. بس عبد الله محطوط له شرط ان الاهلي يقدر يطلبه في اي وقت. عبد الله صالح جمعه، صالح جمعه، بديل عبد الله. طيب، فده الـ 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 الوضع، علشان بس الناس لما بتعتقد انه المعارين كلهم على نهايه السيزون هيرجعوا يعملوا مشكله، احنا بنناقش، لا علشان الناس تبقى واخده بالها في الكتابه، تمد حتى يفرضوا مع 6 اشهر، ممكن تمد قبل للمد، فما فيش اجباري ولا اضطراري.